المؤمن الصادق يحب لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. دخلوا على ابن عمر بن عبد العزيز وهو ينازع، قالوا يا ابن عبد العزيز قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى السماء وقال يذكروني بك جمالك في وجهي وذكرك في فمي وحبك في قلبي فكيف تهيب. الله مرة ثانية شيخنا يعني عمر الله يرضى عنه ذكروا بالشهادتين عند خروج الروح، فقال يا ربي يذكروني بك. هو حسن الظن بالله، الله يحب العبد الذي يتدلل عليه. جمالك في وجهي ذكرك في فمي حبك في قلبي فكيف تغيبي. لم يغلب